إذن إحنا مثل ما ذكرنا في البداية إنه الفلتر في الأساس يعتمد على نمط الكود الواحد single code باستخدام لغات دارت، وفي الأساس راح يبدي هيلك كل الأمور اللي أنت يعني بشكل تلقائي، يعني كل الأمور اللي يتحدث عنها يتحدث بشكل تلقائي كتطبيق يشتغل عندك على أندرويد وعلى iOS. طيب الملفات اللي أنشأها إليك، يعني لو تلاحظ في متصفح المشروع هذا هنالك عندك في المجلد الخاص في البروجكت بعض الملفات وبعض المجلدات. طيب ما هي هذه المجلدات؟ شلون راح تبدأ تشتغل مع بعضها في الأساس؟ بعض هذه المجلدات طبعا هو ينشئها إليك ويبدي يعني في أنت راح تبدأ تشتغل في الأساس باستخدام لغة دارت، وراح يبدي بعملية أوتو جنريت بالنسبة لي الكود لهذه الملفات. يعني أنت ما راح تبدي تكتب لغة سويفت ولا راح تبدي تكتب باستخدام لغة كوتلين أو جافا، أنت راح تكتب بلغة دارت وهو راح يبدي إنشاء هذه الملفات يعني كأوتو جنريت للكود. طيب عندك مجلد دارت تول، هذا المجلد جدا مهم يحتوي لك على بعض الوظائف الخاصة في المشروع طبعا ككل. أيضا عندك المجلد اللي هو ايديا، هذا ايضا يحتوي لك على بعض اللايبريز وبعض الملفات الاكزامبل. تمام، عندك الملفين المهمين اللي هو ملف مجلد الاندرويد، هذا مجلد اللي هو يبدي يولد جميع الملفات الخاصة باعتماد على البروجكت مالتك بشكل تلقائي. وبالحقيقة لو تذهب الى الاب اوكي، ثم تذهب الى الاس ار سي وتذهب الى المين اوكي، ثم تذهب الى كوتلين. طبعا احنا هذا المشروع الخاص فينا احنا اختارينا لغة كوتلين، فراح تجد انه داخل الكوم داخل اكزامبل داخل الديمو فلتر انشئ لك ايش مين دوت اكتيفيتي، وفي الحقيقة هذا هو ايش هذا من ملف، هذا ملف لو تلاحظ دوت كي تي في الحقيقة هو ملف ايش ملف كوتلين اوكي. طيب نفس الكلام يبدي ينعكس عندك لو تبدي تذهب، خلينا ابدي ارجع هذه مثل ما كانت، لو تبدي تذهب الى الاي او اس، في الاي او اس راح تجد عندك ايضا انه هذه الامور هو يقوم بانشائها بشكل تلقائي. لو تذهب الى الرنر اوكي راح تجد عندك ملف سويفت هنا مثلا، لو تفتح هذا راح تجد عندك هذا ملف سويفت اوكي. انت ما راح تجي هنا انا راح تكتب بلغة سويفت مثل ما قلنا، راح نبدي نشتغل كل شغلنا باستخدام لغة دارت. اللي همنا احنا اللي راح نشتغل فيه هو داخل مجلد الاي بي اوكي، هذا المجلد لب. هذا المجلد الان بشكل افتراضي يحتوي لك على الملف main.dart اللي هو التطبيق، لو تبدي تفتحه بهذا الشكل راح يبدي ينفتح عندك. الان احنا لما عملنا run في الحقيقة هو عمل run على هذا يعني على هذا الكود، مثل ما تلاحظ هذا كود دارت يستخدم import للفلتر اوكي. باقي المجلدات وباقي الملفات طبعا هي ضرورية، بعضها ضروري طبعا للعمل، فيمكن انه احنا نتطرق لها اذا اردنا فتشي يعني نستخدمه يعني في حينها راح نبدي نتطرق لها. لكن المجلدات المهمة اللي هو عندك هذا اندرويد مجلد يحتوي لك على الملفات اللي تتولد بشكل تلقائي، اي او اس نفس الشيء، والملف او المجلد الرئيسي اللي يحتوي لك على ملفات دارت اللي هو الاي بي.